بدم هنايا باش نعدلو الزيتون. صلاة على جوج يا حماد شو حي. بسم الله يا فتح يا رزاق. الزيتون المتابعين ديالنا ديال زريرق او علوانة، انا كنقولو زريرق علوانة كيقولوها الناس تاونات من زروال تحياتنا ليه. اصعب ما كاين اصعب. دابا نخرجو هذا هاك خليها تبقى دابا من دابا من نترملا قاعده بلاتي. جيب البروفيت باش انا نقول لكم الطقم يجهدوا عليه باش ما كيبقاش مزيان. هاك معدات ضروري خص يكون عندها. بسم الله هذا تجي هاد الليمون شي دحاش عليه. نقصوا له هذا هذوك خليها في التخدم وخليها صافي خليهم هايك طلق منا مريم ما كيدا شي حمينا فيها هادي. لا صافي خلي ديك الجمعة صافي صافي دابا نطبقوها يا بغيتي تسبقوها هذاك. بسم الله دابا نشطبو الفرن بحال شغل اللي من كبد حمير الخبز. شحال لقينا على هذا العقب هنا كتشطبو ما يخرج لنا شي خضار صافي ضروري تحمي مزيان باش يخرج مريكي خليوها 24 ساعة مثلا لقيناه اليوم في مثلا المغرب تلغد تلغد مثلا مع العصر ولا مع الخمسة ولا المهم هي ندير لك غير المهم غدا نخلو عليه حنين ان شاء الله يا رب. هنا ان شاء الله غنعمل له واحد الطريقة مزيونة هاد التعصير ان شاء الله نعصره في الله يشوفه معانا ان شاء الله كل شيء غتشوف في المراحل. انا ما خصنيش نخمره الثانية باش ما يبردليش البصل هذا كنحاول نجمع به. اجي تبقي هذا الغيص هذا باش ما يخرجش النفس نهائيا. سخونة يعني سخون بزاف. صافي دابا حتى الغد كرمله ها
خرج الزيتون. كاين شحال ديال الناس يخرج للمخضر كيعاودوا له. ها آه. جيبوا شي طبصيل. تجيب واحد الطبسي او الكالا فيه السلام عليكم متابعين ديالنا، نتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير. تحيه للمغاربه ديالنا داخل الوطن خارج الوطن. سمحنا غبرنا لكم هاد اليومين، الله يلا يرسل لنا، كنا مشغولين الله العظيم. دابا انا هو راس الحرب اللي كان غير يسلم ثم كنعرفو كتلقى بوحديته والو. السلام عليكم مشاهدين ديالنا، نتمنى من الله تكونوا مزيانين وبخير، يلقاوكم فيديوهات ديالنا دائما في الصحيحه مزيانه والهنا يا ربي يرحم. المهم كما شفتوا غنعدلوا الزيتون ديال الفرن، الصراحه اللي هو عبدو كيعجبو بزاف الفطور وكيجي شي حاجه واعره على باقي الزيوت. وان شاء الله غادي نعملوه بالطريقه التقليديه وبالطريقه العصريه. نخلي بعدا واحد التحيه للوالده هي تهضر معكم، نكملوا لكم معكم ان شاء الله الفيديو. السلام عليكم المشاهدين، كيف انتم؟ بخير على خير، نحبكم بخير وعلى خير. بتشوفوا معنا الصنعه ديالنا القبله ديال العكاز القبله، كادو بالحجره وودي ونفركوه بالماء سخون ونديروا له الملح. ايوا ونفركوا هذه الطبيعيه ديالنا ان شاء الله. تحدي تحدي انا والوالده، قالت لي شوف نعبروا انا ديالي غادي نعملوه، قلت لها ديالي نعملوه في الطريقه العصريه ديالي، قلت لها انت ديالك التقليديه، قلت لها شكون غادي يعطي الزيت كثر؟ شكون غادي يعطي الزيت كثر؟ اه غنشوفوا شكون غادي يعطي الزيت كثر ان شاء الله. ان شاء الله ها هي هذه المراه كبيره، هذه العبويزه ان شاء الله جات معها التحدي. شوف شوف غلبتني، الا غلبتني انا نعطيها 100 درهم، الا غلبتها كثار كثار يعطيني مع 20000 فريكات بالدار. شوف انا من ذوق له من فريك له ونعصرنا. شوف الا غلبتني هي في الزيت جابت هي الزيت كثر مني، نعطيها شي نافري. شوف جبت انا كثر منا غنبوس لها راسها ونقول لها شكرا حيت شفتي معنا الفيديو. ايوا هذا هو التحدي، هذا يا ماشي التحدي من اصمول بالبانيو. اه ان شاء الله بحول الله. البانيو اللي طحنا البانيو اللي طحنا ديالك وطحنا ديالي طحونا وحده البانيو بلانكينا الكومي هو وحده وانا وحده. من المهم نخلي بعد الوالده تدعي معكم واحد التعويات الخير وان شاء الله نكملوا معكم. هما مسيين عاود دعاهم معايا وانا ندعم معاهم، انا ندعم معاهم بالصحه والهنا والاولاد والصحه والهنا. نحبوا بنادم بالصحه والهنا مريح، ما خص حتى حاجه، خص الهنا والصحه والنظر. اييه الوالده كمال ديال العيش وما العين. اييه اللي مجرب دابا انت مجربه كتعطي واحد النصيحه للناس كتقول لهم يعني شتي الانسان تتقام القيمه ديالو كامله وينزلها مع النظر ما تساوي شي حتى حاجه. ما عرفت كيفاش نقول مع جويريه ما يكادو جاني تا ردق معنا التحدي عندي التحدي فهمتي غنتغدو فيه يا وليدي. يلا كملوا معنا الفيديو ان شاء الله. بسم الله بسم الله بسم الله. ان شاء الله نبقى ناكل في الزيت الزريله. ها فتح لي فتح لي الكبده. بسم الله غندق له بحال الفاخر تا جواليه عود نزل اصلا بغيت نجي واحد المطابخ. الصحفه ها هي هذه الصحفه ان شاء الله تتراب. هذه الحجره ديال الوالده، هاي الحجره مطيوها الوالده هي هي الصحفه. الصحفه جبتها من حد من الكل على راسي كبائي ما خلق عبدو. راه بصح هذه ما خلقتش برك انا كبائي صهره والقراصه. صبرختي كبيرة تبارك الله عندك 55 سنة شرفات. هي عندها 55 وأنا عندي 35، المجموع ديالنا 60 90 سنة. هاي ما عملنا لها السلاح ديالها، لقينا لها السلاح يما، السلاح تقليدي. ها شتو؟ ها سلمى دابا العمار عبار هاكا يا اللي ما عرفتيش نقيلو، يا اللي موقف في الكسكاس شكي براسك تكوى وقف في الكسكاس وانتقل عليه وبدا يقطع. صافي اهلا مريم. العمر عمر. بسم الله نزرع لميك. ارضى عليك يا مريم. يلا سير على بركة الله. العمر ديالي يا سلمى. ها قرب الحجرة عندها خليك. ها ها صافي
الله رقي العمر ديالي هو العمر ديالها ها دابا خصني نمشي نجيب السرقه الضا ونجيب لهادي ديالي وديالها غادا نقلق ديالها شي بزاف ها خرجنا خنتينا دابا تخرجنا من هذه خرجنا من التحدي مزيون ياه جالس مزيون هذا كنت عم بغيت ندوق انا الصباح نصبح بالزيت اش ما ياش ما ضربتش يدها لا يدي مشيت هي عندها لبارك يد يما بلقي معنا الاوديو هنها البدايه للنهايه ها لا النهار من البدايه للنهايه نهار التحدي وانا طلعت نزرع راه فخدي الليل لا تختي تعمل خلطه هذا مزيان بزاف هذا وفي الفرق وضع ما سكونين الخير الزيت ما يكفو برطو طين نو سرنا احنا سكون ايش رأي بصحتي بالقوة ديالها خيار قوة انت العرف ثلاثة نسرع غدوهاش طب هذا خدمها حين تشوف عدلتي تم الزيتون بوريها وريها من الزيتون دابا انا غنعملو ان شاء الله بهذه الطريقه هذه يما هي الدقرة الطريقه التقليديه يا غدتي ديالها ولا ديالها هذا اللحم هذا الزيتون شويناه شويناه في الفرن مزيان عاد نقول كان باقي خضر اللحم جا مزيان حتى الماكينه كيسهل عليه خصوش نطحن بزاف ياك انا ديالنا سالين اه عطينا هنا جاوب خا دابا تفركو يا يا فاش تروح الزيت انا شد مليحه يما خدامه هنا شا ديالها بسم الله بسم الله يا نطلق العدل بسم الله يا فتح يا رزق انت زيت على شي شبرا على شي قبلها التقبة هذي باش كي شبرا من هنا ما يجي اخوها كي شبرا من تم عاول اخوان عند عشر عندهم كاملين هاي خلصت ولا فايت الدراجي ما عرفاش قلنا خرشي ما عرفوش يتاه هو زيد ما عرفوش ما عرف الدبسي بالحق ما عرفوش هذا مريم بسم الله يلا دور انت لا خلي طبعا تسرق سليب بسم الله يا افتح يا افتح يا مولانا يكفي هاو بدي خارج الزيت بسم الله لا لا دي ساعة شوية استنى شوية بيخرج ديش Yeah.
ميدا القليلة صوفي شبرا مريم ديك صوفي ديك صوفي ها هو بطيح عليك شب ديك النقطة مريم ديال هذي دي سيرو به صوفي ما تلغى الحوت لا وين تلغى جولي هاي تزيد بالحق عرفتي لازي تويجي هاو شو شو خصي تبقى عدد هذي لا اوه عبدو عصار الزيت المهم عدو عدنا الزيت ديالو هاو دابا غنستنوا المرحله دخلتي الزيت ديالي الوالده صحيحه غلبتني غلبات اخا وليدي غلبات اخا وليدي 100 درهم دابا لا 100 درهم ديالي محواطه في صح صافي ها العصر ديالي وتشوف دابا انت غلبتي وبالحق تاع العصر وتا نشوفوا شكون لا انا منفركه والعصر وقعنا على حقيقتي وتشوفوا تا الزيت ديالي بكو بحال ياكو منو بيجي حلو انا عيد لهم لا زيدوش يعني انا عارفو انا يا انا مزوقات حنا نفركي غدا مزوقه ها يا ودي يا سهل تا سهل هذه الطريقه تقليديه اه هذه هي الطريقه ديال عزيزه هذا بدا مع الزيتون ونجيب الزيت داك الزيتون كامل حتى ما يجيب الزيت انا نوقف الزيت ناكلو انا وانتي نخليهم هما وانت انا يا عزيزه هانتي اه وانت انا يما عطي ماما غادي تدوقو ولا انا ما ندوقش خلاص يا خلص عاد دوقو انا ندوقو ونخلص تخلص ها تخلصي لا خرجي باللفاطه بتخلص هاي بس خلص خلص تخلص ان شاء الله بنطق 100 درهم اللي قلت انا صحيح طب انا خسرت انا دابا ماشي خسرت انايا ديالو خاصه وديالي بقى غادي يتعصر ها مسخوني طب عاقد ديالي بيقطر بيرجع الزيت يحمق ولكن عزيزه ولا ما تنجح لك في ديك الساعه لا وانا باقي نسخ زيت ها باقي نسخ زيت لا هذا نزلوا راه فينا ونفرك هذا ونعصر هذا شنو نفرك هذا ونعصر هذا هذا دابا بقي هذيك هذا الا غيطروا الزيت قالت الشغل ديالي ها شويه مرا شويه هذا الشغل ديالي بالتاول طب هذا بس محمد قال زعما حتى الغدا حتى الغدا عاد ما ندوقو ها فاش هذا صافي ها خلاص هذا هذا البطيقه ديال نحيدو حيدو نقع في الشوامي ها دابا نقع في الشوامي يا ها صافي لا ديال ربي قزيت ان شاء الله هو باقي كحال ما بيه صافي قال الواليده صافي كمل عادي وبارك عليك صافي صافي زيد طلع الفوق من المكلاقه شلاله هذا طلعها بحدي انايا يلا طلع الله يرضى عليك يرضى عليك بقاش تضرب على راسها دوك انت ان شاء الله يرضي بالصباح مو بكري الله 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 كيف ليش ودي كيف مريم العزيزه شوي وشي ها كيف حالك؟ شوي صافي لك تمشي اه الله يعطيك الصحة دير وليد 100 درهم مشات لي ان شاء الله وطلق من غلبة والله لا ايوا الدنيا هانية ماشي مشكل مجبودة مدهرة الغلب الغلب من عند الوالدين نزاهة آه. هاي غلبوا شفتوها شفتها بحال ياكم الله يعطيك الصحة الله يلاه ما نقول لك ديالنا العجين انا نفركو بالفايتو عاد مدقي الوميمة ياك ولا دابا نسقنا فوق البوطه ان شاء الله هذا دخلتي شوفوا ديال قات تبارك الله يا ربي علاش هي طرونص يا ربي يرحم البحث شي ما ودي لي 100 درهم يا الله الزيت ديالي يجري الله والله الا يجري والله شوف شوف دابا غادي يبقى تاع قاعدة الغدا ان شاء الله هذا ميطر من هنا الغدا نزولو نفوق واخر تحت منه ان شاء الله وغدا نبينكم الشكل النهائي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بحول الله دابا نفطروا شي بالغدا لا طبعا غدا نشوف الشكل النهائي نفطروا ديالي طحيحنا الله يبارك شعبي الزيت خير فات مرة يرون الدنيا ولكن شي حاجة عود وعد اجي اجي الحاله
خليها تقطعوا على الزيره انا بالنسبه لدم دي زيت بالله يفرق لا بقى نقطع نحرز زيت كامل هي تقريبا الزيت رولي هذا يطروه نصص ها انت من المتابعين هذا وزويف اللي حصلنا عليه ديك جاو الطحنات في العصري والتقليدي بين التحدي انا والوالده حق 200 ريال ما كايناش لا كاينه ها انت من المتابعين هذا وزويف ديالنا قيه البارح التحدي واعر انا والوالده وكنشكركم بزاف وفي البلونه تعالى ها تبارك الله هذه علوانه 100% شوف 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 هذه هي علوانه شوف تحسبتهم بحراز نحسبوها واحدها جوج زيد جوج ديالي والنص ديال جوج بحدم انا عجبني انايا وهذا عجبو زيد صافي ويما تايما شويه لا ناخذني بها من الرغايف وخصني بها البيضات وخصني بها التريد اه اي والله صافي كلشي موجود كلشي موجود الوليد روحي يلا المتابعين ديالنا شكرا لكم بزاف ان شاء الله في راسكم نتلاقاو شي فيديو جديد ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ربي يحفظ الامه اجمعين